السلام عليكم حبيباتي، نتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير. ونتمنى كتشوفوا هذا الفيديو هذا، نتمنى ايامكم تكون مزيانه وبخير وعلى خير ان شاء الله. كيف ما نشوف العنوان ديال الفيديو، فيديو ثاني جا تحت طلب العديد ديال المتتبعات ديالي اللي بغاو حويجات هكا لوليداتهم يكونوا باثمنه اللي مناسبه، وطلبتوا مني كذلك انني ندير لكم جوله في LC وايكيكي، خصوصا في الحويجات ديال الدراري الصغار. اليوم ان شاء الله فقط غادي نشارك معكم الحويجات ديال الدراري الصغار جميع الاعمار، يعني من شهر حتى 16 عام. خليكم تشوفوا الفيديو كامل باش تشوفوا كاع لي زارتيكل. حاول كذلك نشد لكم الاثمنه، واخا راه كان عامر تبارك الله وما يمكنش نهائيا انني نصور على خاطري، فقط كنشد لكم هكا الوقيطات الوقيطات كنشد لكم هكا لقطات باش المهم نتوما تشوفوا شنو كاين. ومن الاحسن انكم تمشيو لتما وتقوي زعما تقيسوا لوليداتكم بشويه عليكم وتشوفوا نتوما شنو تناسبكم. المهم غادي نصور لكم كسيوات، سريولات، كيطمات، بيجامات، كذلك سبرديلات وصبيبطات. المهم كيف ما قلت لكم جميع الاعمار غادي نصورهم لكم ان شاء الله، فخليكم في هذا الفيديو هذا وتفرجوا فيه حتى الاخير، راه فيه بزاف ديال لي بروموسيون. ما تنساوش لايك والاشتراك في القناه، راني كنذكركم البنات باش ما تنساوش تبقاو غاديين مع الفيديو تنساوني خليوا لي واحد لايك وواحد تعليق كذلك، وخلوا لي كذلك المحلات اللي بغيتوني نمشي نصور لكم فيهم البنات. ما تنساوش خلوها لي في التعليق، حيت شحال هادي ما بقيتو كتقولوا لي والو. قولوا لي شنو بغيتو نصور لكم هاد الايام اللي بقات، واخا راه والله العظيم ما عنديش الوقت نهائيا، راكم عارفين مع الخدمه والعواشر وعاد وجدت الفطور ما كتبقاش ليا نهائيا الوقت، ولكن كنحاول ندير جهدي معكم البنات. فانتوما البنات ما تبخلوش عليا بلي لايك ديالكم وبالتعليق الزوينه اللي كتخليو ليا دائما في كل فيديو. تحياتي حبيباتي، ونخليكم مع موسيقى هادئه، ونخليكم تشوفوا على خاطركم الكسيوات والحويجات اللي تيحمقوا ديال الوليدات الصغار تبارك الله ما شاء الله. وان شاء الله راه جايين محلات اخرين، انا شاركت معكم دابا LC وايكيكي، ولكن جاي في طريق ان شاء الله محلات حتى اخرين غادي نخليهم لكم. الا بغيتو حتى دي فاكتو وكيابي حتى هو الا بغيتو نصوروا لكم على الراس وعلى البنات. المهم كيف ما قلت لكم خليوا لي في التعليق اي حاجه بغيتوني نصورها لكم، ولا اي حاجه بغيتو تعرفوها في اكادير، راه على الراس وعلى البنات. راني فاش كنلقى الوقت راه كنمشي وكنصور لكم، بالرغم من انني راكم عارفين خصني نديبلاصا في الطاكسيات والوقت كتدي بتايا بزاف. فان شاء الله لهلا حشام وانا معكم في القناه ان شاء الله، واي حاجه احتاجيتوها على الراس وعلى البنات. يلا بسلام عليكم ونخليكم مع الفيديو.